وإذا في غلا، إذا ما بتعمل جار وما الله ما بكرمه. هاي عادات ستة وجدة وأبي وخالتي. عادة صحن السكبة لسه عم تعمليها؟ بصراحة ما عم ببعت، بعمل الأكل عقدنا. أكيد. لا والله ما عاد حدا يقدر يعملها. أكيد أنا بسكب لجارتي وجارتي بتسكب لي، لأنه أنت بتعرف الأوضاع، يعني ما فيك تاكل شيء وجارك محروم منه. لا والله اكذب عليك. لا شفت السبب الغلا؟ يعني في اشياء كثير هلا محرومينها والله بوقت الراهن اللي احنا فيه. يعني انت عم تعمليها بس ما كثير؟ ايه. كم مره صرت عملتيها من اول رمضان؟ مرات. بتعرف الواحد بحب يقدم، بس يعني شايف الغلا انجا نعمل على قدنا. يعني كنا نعمل زي ما بقول صدر منسف، بس عم نعمل كوباي. طيب شو عم تحط اليوم بصحن السكبة؟ مثل ما الله بيقدرنا عليه، اللي الله بيقدرنا عليه، اللي قادرين نعمله بنعمله. مثل مثلا تسقي، هاي اكيد. يعني يوم نعمل كوسه بلبن، يوم نعمل شيش برك، صحن مجدره، فتوش مثلا، شوربه. يعني انت اليوم حتى صحن الشوربه ما انك قادره تبعتي؟ لا والله بصراحه. نتفت كبه، سلطه، تبولي اذا موجوده، صحن شوربه، امراض تسقيه جنبه. بس هلا اي جار ما بيقدر يبعت اكثر من صحن واحد. بالاول كان يبعت له تشكيله لجاره، عرفتي كيف؟ بس هلا اكيد صحن واحد اكثر من صحن بشكل خطر. طيب قبل شو كنت تحطها بصحن السكبه؟ اي شيء عامليته بالبيت بنعمله. تدعميه هيك؟ اكيد. نحط دجاج، نحط كبسه، نحط منسف، نحط كل شيء. افريقي على وشها لحمه ولوز. هلا فيك تجيبي؟ لحم، اهم شيء لحم برغل، واحطه زيت زيتون وكلي. يعني بيكون اللحم اكثر من البرغل، يعني احسن من هلا بشوي. ايه ما مثل هلا مثلا بنعمل طبخه الكوسه كل 3-4 أشهر مره. يعني نعمل منسف، نحط بصحن مثلا على وجه اللحمه والكاجو وبازيلا، ومرات الدجاج حسب. هلا بالقبل عندك الفتوش، الكبه نيه، المحمره، الدجاج، اللحمه. كنتوا كل هدول تبعتوهم للجيران؟ ايه. عندك المحاشي. ايه المحاشي. حلوه هاي العاده، كان زمان كان كل العالم تعملها، بس هلا قلت شوي يمكن. يعني هاي العادات اللي احنا فيها هلا ما عاد في منها.